ليس بالضرورة إلى أن هذا الفقر وأن هذا وهذا الفجوة الطبقية الهائلة تؤدي إلى ثورة. هاي نظرية ماركسية قديمة وليس بالضرورة. بل أكو كثير من الناس، كثير من الأنظمة تجوع شعوبها حتى تركعها، تخضع. نشوف شلون. وهذا هو مثل ما قال الأخ احتمال، لكن احتمال آخر إلى الناس تستسلم. يعني هسه احنا نشوف، بس احنا صارت عندنا تجربة تشرين. خلي خدمك، تشرين ايش قد نسبتها؟ ايش قد نسبتها بالنسبة لهذا الكم الهائل؟ احنا مجتمعنا مجتمع عشائري، تمام. الان العشائر كلها هي مستسلمة لرئيس العشيرة، رئيس العشيرة يقول لهم قوموا، يقومون، يقعدوا. فهذا تحول الفقر وتحول الى فد ثوران وفوران طبقي، وحافز يصير للثورة والغضب والكذا، ما مضمون في داخل العراق، مو مضمون 100% يعني. طيب مو مضمون، ربما استسلام كثير من الناس. لاحظ أبين لك علامة من علامات الاستسلام، هو عدم المشاركة بالانتخابات. شنو يعني عدم المشاركة؟ هو ثورة؟ لا أبدا نهائيا. هو رفض؟ لا أبدا، لا هو رفض ولا هو ثورة، وإنما هو يأس. يأس، تعبير عن اليأس، رحم الله والديك. هو مو ثورة. طيب.